ومزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من القاهرة دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية كيف تقرأ هذه الاستهدافات الدقيقة لجيش الاحتلال منذ قليل لعائلة في محيط مخيم البداوي، وقبلها كان هناك استهدافات ل يعني بعض الشخصيات سواء كان القيادات في حزب الله أو حتى بعض القيادات في يعني بعض القيادات الفلسطينية الموجودة في لبنان؟ إذن هل هي مرحلة أخرى من الحرب يخوضها جيش الاحتلال؟ تحياتي لك دامة ولكل مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية الكرام. من الواضح أن إسرائيل وقوات الاحتلال تمتلك بنكا كبيرا من المعلومات وخريطة حول تحركات وعناصر وقيادات حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان، وهي تبدو أنها يعني لديها علم بأماكن تواجدهم، أماكن تحركاتهم، وهذا ما انعكس حتى منذ بداية تصعيد سياسة الاغتيالات بدءا من صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في لبنان، ثم معقبها من اغتيالات لعناصر حزب الله كانت يعني انتهت باغتيال الأمين العام حسن نصر الله، وقبله وبعده وقبله علي كركي وفؤاد شكر وغيرهم. هذا بيعكس حقيقة أن إسرائيل أو تتبنى استراتيجية أو يعني ضرب الرأس أو استهداف القيادات على أساس كما تعتقد أن استهداف القيادات سوف يشل قدرات حزب الله وقدرات الفصائل الفلسطينية، وبالتالي هذا يسهل لها أو كما تعتقد أنها سيسهل لها عملية التوغل البري أو التدخل، وبالتالي هي تحركت على جبهة القيادات كأحد المحاور التحرك في إطار ربما هناك اختراقات إلكترونية أو اختراقات يعني بشرية أو غيرها. الأمر الثاني التحرك فيما يتعلق بشبكات الاتصالات كما رأينا في تفجير أجهزة البيجرز، ثم المحور الثالث وهو المتعلق باستهداف المنصات أو مقرات حزب الله سواء في الضاحية الجنوبية المختلفة، وهذا ما بدأ خلال الأيام الماضية عندما يتم الطلب من السكان أو القريبين من أماكن تعتقد إسرائيل أنها تابعة لحزب الله سواء مقر الاستخبارات أو غيرها من المقرات، وتقوم بإرسال الطائرات المقاتلة الشبح F-35 لتلقي بمئات أو عشرات الأطنان من القنابل في إطار سياسة الأرض المحروقة والتخلص أو محاولة التخلص مما كل في المبنى، وبالتالي بات أن هذه الاستراتيجية الإسرائيلية تبدو ربما من وجهة نظر الاحتلال أنها أقل تكلفة لأن الاحتكاك البري أو التوغل البري بدأ أنه أكثر تكلفة. إسرائيل حاولت التسلل 10 مرات عبر مارون الراس وعبر العديسة على الحدود مع لبنان، ومع ذلك وجدت مقاومة شرسة وسقط العديد من الجنود الإسرائيليين من الضباط وإصابة العشرات، وبالتالي هي تلجأ إلى هذا الخيار أو هذه الاستراتيجية من خلال الاستهداف المتكرر للقيادات الفلسطينية وقيادات حزب الله.